في حال لا قدر الله توفى لك شخص عزيز عليك، قد تكون تواجه مشاعر حزن على فقدانه، وهذا أمر طبيعي مرة تلو الأخرى حتى سنوات لاحقة. في بعض الأحيان قد تتكرر الذكرى وتعود مشاعر الحزن، إما في ذكرى وفاته أو يوم ميلاده أو حتى في أيام خاصة على مدار السنة. وليس بالضرورة أن طبعا تتمثل هذه المشاعر التي يطلق عليها أحيانا رد فعل الذكرى انتكاسة في عملية الحزن، فما هي إلا انعكاس لمدى حب الشخص للشخص المتوفى. وطبعا لأنه هذا الموضوع جدا مهم، ويعني إن شاء الله ما نعيشه، لكن في ناس حاليا قاعدين يعيشوه، هنناقشه طبعا مع ضيفتنا اليوم الأستاذة مروة كرورة، مستشارة التنمية البشرية وخبيرة إعداد القادة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا بيكم. أهلا يا مروة. أهلا أهلا. طبعا زي ما ذكرنا هذا موضوع حزين، احنا موضوعنا هذا فعلا، ولكن احنا نبغى ندور بصيص الامل فيه أكيد. ونبغى نحاول كل شخص يعني واجه فقدان شخص قريب له كيف يقدر يتجاوز هذه الازمه وهذه الصدمه ترجع حياته طبيعيه. من الحاجات الاساسيه اللي لازم نكون عندنا وعي ليها تغريد وعلي، ان الموضوع الحزن على الفقد شخصي بدرجه عاليه جدا، يعني ما فيش اتنين بيعيشوا نفس الحالة بالكامل. وده يخلينا ما نقدرش نعمم بشكل عام إيه اللي مفروض يحصل أو إيه اللي مش مفروض يحصل. وبالتالي النهاردة إحنا هنعرض بعض الأساليب، وكل شخص يقدر يشوف هل الأسلوب ده ينفع ليه ولا لا. نبدأ أولاً إزاي بعد ما الواحد بيفقد عزيز عليه، إيه أول حاجة بتخلي الشخص عنده حزن لا نهائي. نمرة واحد، إن هو مش عارف حياته من غير هذا الشخص هيبقى شكلها إيه. تعريفه لحياته اللي كان ليها شكل ونمط والتفاعل وتعاطي، وخاصة لو زوج أو زوجة، مودة ورحمة وسكن. لو ابن هيبقى كان زينة الحياة، طب الحياة هيبقى شكلها إيه من بعد كده. الضبابية دي بتخلي البني آدم مش عارف يتعامل مع الحدث اللي موجود. دي أول حاجة. تاني حاجة، الجسم بيستلم وقع الفقد ده زيه زي أكبر حاجة تهدد الكيان الإنسان. هرمونات البني آدم بتتغير، الكورتيزون بيتفرز بدرجة عالية جدا، فهو مش بس شعور داخلي شعوري غير ملموس، بل بالعكس كمان الجسم بيفرز هرمونات مختلفة عن لما يكون الشخص في حالته الطبيعية. وده معناه أن لازم الشخص الفاقد يتعامل مع المشاعر ومع الفيزيك أو الجسم في نفس بنفس الحال. طب نيجي هنا، طب أتعامل إزاي؟ أول حاجة أدي نفسي الإذن أن أنا أحزن بقدر ما شئت. كوني أن أنا عايز أتعافى وتشافى بسرعة علشان خاطر المحيطين بيا، ده بالعكس ده هيسوء الحالة أكتر من هو يساعد. الإذن أني أخد وقتي، لأن كل إنسان بياخد وقته اللي محتاجه. نمرة اتنين، أني أتكلم وبوضوح عن مشاعري الداخلية للناس المحيطين ليا، وخاصة أقرب الناس ليا. ما أخدش، ما بشايل همهم، بشايل همي في المرحلة الأولى، لأن دي حاجة مهمة جدا. أدي نفسي الإذن أني أتكلم عن مشاعري، أدي نفسي الإذن أني أتكلم عن حالي. الحمد لله جميلة جدا جدا، بس في المرحلة الأولى ياريت الحمد لله، وابتدي كمان أشرح للمحيطين القريبين ليا الحالة اللي أنا موجود فيها. نمرة ثلاثة، أدي نفسي الإذن أني أطلب من الناس أن هم يتكلموا عن العزيز الغالي اللي أنا فقدته ده، لأن إحنا الناس اللي حوالينا ما بتتكلمش عن الناس اللي مفقودة، بنحافظ، لأ بنعتبرها تابو أن إحنا نجيب سيرة الذكرى بتاعت الشخص ده. بل بالعكس، كل ما سمعت عن الشخص ده الحاجات الكويسة اللي كان بيعملها، الخير اللي كان بيعمله، الإضافة اللي كان بيضيفها للناس اللي حواليا، هتفيد جدا جدا. بعد ما عطيت الحقوق لنفسي في الثلاث حاجات دي، بعدها بشوية هبتدي أعي لإدراكي. أنا حاطت تفكيري في أي مساحة من المساحات اللي الإدراك بيفكر فيها. الإدراك بيفكر في ثلاث مساحات: شؤوني الخاصة، شؤون الآخرين، وشؤون الإله. لو أنا كل إدراكي متمحور حوالين شؤون الإله، ليه ده حصل؟
حياتي شكلها هيبقى إيه؟ مش من العدل إن ده يحصل. عندي اعتراض ضمني داخلي حتى لو مش عنديش إفصاح عنه في شؤون الإله، حالتي النفسية والعضوية هتتدهور. لو أنا إدراكي في شؤون الآخرين، فلان قال لي ما عيطش علشان خاطر ده بيأذي الميت في قبره وبيضايقه، لا لو عيطتي كتير هيجيلك كاتاراكت وهتفقدي نظرك. الحاجات اللي المتداولة دي كمان مفروض أني أنا أتجاهلها تمام، لأن شؤون الآخرين في المرحلة دي ما هيش أول هم. أول هم لازم يكون شؤوني الخاص. أنا دلوقتي حالا محتاج إيه؟ محتاج أني أتكلم عن الشخص اللي أنا فقدته، أتكلم وأتكلم بمنتهى الحرية، أتكلم مع أولادي، على جوزي اللي توفى واللي هو أبوهم، أشارك بمشاعري لأن ده بيشجع الناس اللي حواليا كمان تشارك بمشاعرها. وشؤوني الخاصة أني أنا كمان أعبر عن مخاوفي، أنا مش عارف هعمل إيه، عندي تحديات، عندي مشاكل، في مخاوف بتعتريني بعد الفقد ده. لو قدرت أركز تفكيري على شؤوني الخاصة، حالة التشافي هتكون أفضل من أني أنا أركز على شؤون الإله وشؤون الآخرين. طيب مروة، كيف إحنا ممكن كل هذه الأشياء جميلة وممكن الواحد يتكلم فيها، بس عندما يقع حالة الوفاة أو تقع حالة الوفاة الظروف هنا تتغير، التفكير هنا أيضا يتغير، وقع الصدمة على الشخص سيدة أو رجل أيضا يتغير تماما. طيب كيف أنا أسوي كنترول على نفسي وأحاول أسيطر على مشاعري وعلى حسيسي وعلى تعاملي مع الموقف أو الصدمة أو الحالة، ضمن أنه يكون في حزن وأسيطر عليه ولا يتعدى أو يتخطى ذلك إلى مرحلة الجزع والصراخ وعدم السيطرة؟ طيب علي، في حاجة مهمة جدا لازم نعي ليها، أن إحنا كده كده بنسيطر على نفسنا. هو نوع السيطرة في أي اتجاه هو اللي مهم. يعني هتلاقي كتير جدا من الناس شايفة أن الحزن مفروض أنه هو يكون بعياط بدرجة عالية جدا، بانفعال بدرجة عالية جدا، بجذع وفزع ولا إرادية في التعامل. دي جاية من الثقافة اللي احنا تربينا فيها. أوكي؟ أفضل من أني أنا أجزع في المراحل التانية والتالتة. المرحلة الأولى لازم هيمر فيها الشخص بهذا الأسلوب، ويعتمد تماما على نوعيته ونوعية شخصيته هيتفاعل في ردة الفعل الأولى إزاي. ودي إحنا ما نقدرش نسيطر عليها، هي هتطلع فطرية وهتطلع لا إرادية. بس بعد ما عملت كل ده، هل أنا بسيطر على نفسي أني لازم أكون بعيط بدرجة عالية جدا علشان خاطر أنا منظري قدام الناس هيكون إيه لو ما بكتش؟ هل أنا لازم من الواجب والأصول أني أنا أستقبل كل الناس وأنا في حقيقة الأمر عايزة عزلة؟ فعلشان خاطر ما يصحش أني أنا أقعد في عزلة، لا أنا موجود بين الناس. وابتدي أشوف هل أنا الاختيارات بتاعتي، هل فعلا من شؤوني الخاصة ده اللي أنا فعلا محتاجة؟ هل أنا فعلا محتاجة أني أنا أكون بين الناس؟ إحنا في الصعيد عندنا العزاء 40 يوم. 40 يوم يا فتخيل ست الله، بالضبط كده. فتخيل ان الشخص الفاقد يقعد 40 يوم بيستقبل المعزين. دي من الحاجات اللي مهم جدا ان احنا نتفاعل معاها بوعي وادراك. فزع وجزع هيحصل يا علي بعده، زي ما هو حاصل عندنا في الجاليري الان، بالضبط كده. بعده اللي هيحصل هو دي الحاجه اللي لازم احنا نركز عليها. طيب تسمحي لي اختم معاك ونروح ندخل على الجاليري نتفاهم معاهم؟ اكيد. مروه كروره طبعا مدربه القاعده البشريه، شكرا، يعطيك العافيه.